السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب شركة آفاق التعليمية. درس جديد من دروس الرياضيات للصف الأول الثانوي، الفصل الدراسي الثاني، الوحدة الأولى، درس متوازي الأضلاع. درسنا شباب الحصة السابقة زوايا المضلع، وعرفنا كيف ان احنا نجيب زوايا المضلع الداخلية وكذلك الخارجية وكذلك زاوية المضلع وكذلك عدد اضلاع المضلع. اليوم ان شاء الله هناخد اول درس من الاشكال وهو متوازي الاضلاع. تعالوا بنا نتعرف على ما هو متوازي الاضلاع. متوازي الاضلاع هو طبعا زي ما احنا شايفين هو شكل رباعي فيه عدة خصائص. ايه هي الخصائص؟ اول شيء تعريف العام هو شكل رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين، ويرمز له بالرمز اللي احنا شايفينه اللي هو متوازي الاضلاع. تمام، في المتوازي الاضلاع اللي هو المقابل اللي هو A B C D، ان البي سي يوازي الاي دي والاي بي يوازي الدي سي، وهذه علامة التوازي. طيب ما هي خصائص متوازي الاضلاع؟ له عدة خصائص. ما هي الخصائص؟ طبعا كل الاشكال اللي هتيجي بعد كده اللي هي المستطيل والمعين والمربع والشبه المنحرف والطائرة الورقية كلهم يندرجوا يعني ايه ضمن الاشكال الرباعيه طبعا، ولكن فيها من خصائص متوازي الاضلاع. معظمها فيها من خصائص متوازي الاضلاع. اول خاصيه عندي اللي هي بتقول ايه، كل ضلعين متقابلين في متوازي الاضلاع متطابقين، اي ان متساويين في الطول. طب هل هما متوازيين؟ نعم، لازم يكونوا متوازيين. طيب التانية، خاصية التانية، كل زاويتين متقابلتين، يعني الام والكي مثلا، الجي والال، في متوازي الاضلاع مالهم؟ متطابقتان. طيب الخاصية اللي بعد كده، كل زاويتين متحالفتين اي متجاورتين، يعني الكي والال، الكي والجي، الام والال، وهكذا. كل زاويتين متحالفتين في متوازي الاضلاع متكاملتان، اي قياسهما 180 درجة. لان في عندي كلمة متتامتان، وكلمة متتامتان معناها كام؟ معناها 90 درجة. طيب نيجي بعد كده الخاصية اللي بعد كده، بقول لي اذا كان احدى زوايا متوازي الاضلاع قائمة فان زواياه الاربع قوائم. تمام، يعني لو زاوية جي 90 يبقى كل الزوايا 90. طيب نكمل خصائص متوازي الاضلاع، وهذه الخصائص تخص الاقطار. تخص الايه؟ الاقطار. اول شيء بيقول لي قطرة متوازي الاضلاع ينصف كل منهما الاخر، يعني نقطة بي تقع في منتصف القطرين، القطر AC والقطر BD. تمام، قطر متوازي الاضلاع يقسمه الى مثلثين متطابقين، اي ان المثلث ABD يطابق المثلث CDB. تمام يا شباب. طيب كده احنا عرفنا الخصائص. عند الخصائص نقولها من تاني، كل الضلعين متقابلين في متوازي الاضلاع متطابقين، كل زاويتين متقابلتين، يبقى اي اذا الاضلاع المتقابله متطابقه، والزوايا المتقابله متطابقه، والزوايا المتحالفه متكامله، واذا كانت احدى الزوايا قائمه فان جميع الزوايا قائمه. وفيما يخص الاقطار، قطر متوازي الاضلاع ينصف كل منهما الاخر، وايضا القطر يقسمه الى مثلثين متطابقين. ننتقل الى حل الامثله. بقول لي اوجد قيمه المتغير في كل من متوازيي الاضلاع الاتيين. المتغير طبعا احنا عارفين ان المتغير هو مين يا شباب؟ هو الحرف الموجود سواء واي اكس دبليو ايا كان الحرف.
الموجود. وطبعا هشتغل عن طريق الخصائص، هشتغل عن طريق ايه يا شباب؟ الخصائص. هنا بيقول لي طبعا اشوف طبعا المتغيرات، في عندي واي وفي عندي اكس. واي تخص الضلع والاكس تخص الزوايا. لو بصيت ان الواي تقع على ضلعين متقابلين، ونظرية بتقول لي كل الضلعين متقابلين متطابقين، يعني اقدر اقول يا شباب ان الخمسة واي، خمسة واي بيساوي ايه؟ خمسة واي بيساوي واي زائد 8. تمام. طبعا بتحل كيفية حل المعادلة ان انجل الواي هنا يصير عندك 4 واي، يصير هنا 4 واي بيساوي 8، وبالقسم على 4 يبقى يطلع لي الواي بيساوي كام؟ الواي هيساوي 2 بعد القسم على كام؟ على 4. يبقى اول متغير اهو بالنسبة لي ان الواي بيساوي كام؟ ان الواي بيساوي 2. طيب انتقل الى المتغير الاخر، اشوف المتغير الاخر فين. المتغير الاخر هو الاكس. الاكس تقع على زوايا ولا على اضلاع؟ لا، على زوايا. طب وش نوع الزوايا؟ زوايا متحالفة. زوايا ايه؟ متحالفة. ونعرف في متوازي الاضلاع الزوايا المتحالفة متكاملة، اي ان اقدر اقول ان الاربعة اكس زائد 2x ناقص 6 بيساوي 180. تمام؟ بيساوي كام؟ 180 درجة. طيب أجمع، دي هنا 4x مع 2x يعطيني 6x. تمام؟ 6x، وأنجل السالب 6 الجهة الثانية يصير موجب 6 مع 180 يعطيني 186. تمام؟ بالقسمة على 6، يبقى هنا اقسم على 6 وهنا اقسم على 6، اي يديني ان الاكس تساوي، يلا هيا يا شباب مين يطلعها؟ 186 تقسيم 6 يعطيني كام؟ ها 186 تقسيم 6 يا شباب يعطيني الاكس بيساوي 31. يبقى الاكس بيساوي 31. تمام. طيب كده فهمنا. يعني اذا يعني حاول تربط وانت بتحل المسائل بين المتغير، هل هو موجود على الضلع ولا موجود على زاويه؟ موجود على الضلع يبقى اشوف ما هي خصائص الاضلاع. عند الاضلاع كل ضلعين متقابلين متطابقين، اي بيساوي بعض. طب لو كان الزوايا، في عندي حالتين في الزوايا، اذا كان الزوايا متحالفه اي متجاوره او متقابله. لو متحالفه 180، طب متقابله متطابقه. تمام. ننتقل الى مثال اخر هنا. هنا هل هي المتغير اللي عندي زد؟ المتغير اللي عندي مين؟ المتغير اللي عندي مين؟ المتغير اللي عندي مين؟ زد. حلو الكلام. طيب زد، طيب زد دي تقع على ضلع ولا على زاويه ولا على قطر؟ تقع على قطر. افتكر على طول، احضر في دماغي ما هي خصائص الاقطار في متوازي الاضلاع. خصائص الأقطار في متوازي الأضلاع، أنا عارف أن القطران ينصف كل منهما الآخر، أي أن أقدر أقول هنا إيه يا شباب؟ أقدر أقول أن 3 زد ناقص 4 بيساوي زد زائد 5. تمام؟ أنجل طبعا الزد هنا، خلينا نجيب لون تاني. انجل الزد هنا يا شباب اللي يعني اتكلم على ان المتغيرات مع المتغيرات والارقام مع الارقام، يعني الزد تيجي مع الاثنين زد والسالب 4 تيجي مع الخمسة، اي ان 3 زد ناقص زد بيساوي 5 زائد 4. تمام. طيب 3 زد ناقص زد يعطيني 2 زد بيساوي 9، بالقسمة على 2 هنا وعلى 2 هنا يبقى يطلع لك قيمة زد بكام؟ ب 4 ونص.
يبقى انا كده طلعت مين يا شباب؟ كده انا طلعت قيمة المتغير. تمام يا شباب؟ اهم شيء عندي انك تعرف خصائص متوازي الاضلاع. عرفت الخصائص خلاص كل شيء انتهى بالنسبة لك وتعرف تحل المسائل. تمام؟ ننتقل على مثال اخر. بيقول لي اوجد قيمتي الاكس والواي في كل مما ياتي بحيث يكون الشكل الرباعي متوازي اضلاع. اول شيء لازم اعرف بحيث يكون متوازي الاضلاع. اداني هو تصريح اهو ان الشكل يكون ايه؟ ان الشكل يكون ايه؟ متوازي الاضلاع. حضر في دماغك يلا خلاص متوازي الاضلاع. كل زاويتين متقابلتين متطابقتين، كل زاويتين متحالفتين 180. ليه انا يعني جبت الزوايا فقط؟ لان هنا لو انا شفت لو نظرت الشكل هبص ان هو جايب لي زوايا فقط. تمام؟ اقدر احلها كيف يا شباب؟ اقدر احلها من الزوايا المتقابله المتطابقه. تمام؟ طيب يبقى اقول هاخد اول شيء هناخد الاكس بلون والواي بلون، ناخد الاكس بالاحمر مثلا. طيب يبقى اقدر اقول 7 اكس، اقدر اقول 7 اكس سبعة إكس بيساوي 56. ليه أنا قلت كده؟ لأن لو بصيت على الزاوية دي والزاوية دي زاويتين متقابلتين أي متساويتين، بالقسمة على 7 هنا والقسمة على 7 هنا، يبقى إذا الإكس يساوي كام؟ 8. يساوي 8، 7 في 8 ب 56. تمام يا شباب؟ طيب ده المتغير الاول. تعال نشوف المتغير الثاني. المتغير الثاني واي يخص الزاويه دي والزاويه دي، الزاويتين دول. طيب اجي ابص برضو بينهم علاقه تطابق لان الزاويتان متقابلتان متطابقتان. يبقى اقول هنا اقول ايه؟ 5 واي ناقص 26 بيساوي 4 واي زائد 4. طبعا لازم طبعا في عندي علامة التساوي، لازم اخلي المتغيرات في طرف والاعداد في طرف. يعني انقل السالب 26 مع الاربعة واخد الاربعة واي انقلها مع الخمسة واي، يعني يعطيني هنا 5 واي ناقص 4 واي بيساوي 4 زائد 26 زائد 26. 5 واي ناقص 4 واي هنا 5، 5 واي ناقص 4 واي ماشي بيديني هنا واي بيساوي 4 زائد 26 يعطيني كام يا شباب؟ يعطيني 30. وعشان اتحقق ان كلامي مظبوط حاول تحط الواي مكان 4، 4 حط الواي حط مكان الواي 30 عفوا، 4 في 30 120، 120 زائد 4 وهكذا. وكذلك هنا عوض 5 في 30 150 ناقص 26 وهكذا، يطلع لك قيمتين متساويتين. تمام يا شباب؟ ننتقل الى مثال اخر. هنا نفس الكلام. هناك لو انت بصيت هنا جايب لي علاقه بين الزوايا. اهم شيء ان هو قال لي ايه؟ بحيث يكون الشكل الرباعي متوازي اضلاع. يبقى انا لازم استخدم كل خصائص متوازي الاضلاع. هنا علاقه بين الزوايا، اما هنا علاقه بين الاضلاع. طيب حضر في دماغك يلا ما هي خصائص اضلاع متوازي اضلاع؟ انا عارف ان كل ضلعين متقابلين متطابقين، يعني اقدر اقول يا شباب هنا اقدر اقول ايه؟ اقدر اقول ان الاربعة واي ناقص تسعة، اربعة واي ناقص تسعة بيساوي اتنين واي زائد خمسة. برضه زي ما قلنا اخلي المتغيرات في طرف والاعداد في طرف. هانقل التسعة مع الخمسة والاتنين واي مع الاربعة واي، يعني اقدر اقول اربعة واي ناقص اتنين واي بيساوي خمسة زائد تسعة. تمام؟ اربعة واي ناقص اتنين واي، اتنين واي، شكرا يا سيدي. طيب وبعدين خمسة زائد تسعة كام؟ 14. قسم على اتنين هنا وهنا على 2 يديني الواي بيساوي 7.
الواي بيساوي كام يا شباب؟ 7. يبقى انا كده طلعت قيمة مين؟ الواي. تعال نطلع قيمة المتغير الآخر. تعال نطلع قيمة مين؟ المتغير الآخر. تمام، وهو مين؟ وهو المتغير اكس. برضو أقدر أقول إن الخمسة اكس ناقص الخمسة اكس، طبعا يا شباب لو أنت خدت الخمسة اكس ناقص اتنين الأول أو خدت التلاتة اكس زائد أربعة الأول ما هتفرق معاك، لأنها معادلة، والمعادلة لو أنت بدلت بين الطرفين يعني خليت الطرف الأيمن هو الأيسر والأيسر هو الأيمن ما هتفرق معاك. تمام، يبقى أقدر أقول هنا إيه؟ أقدر أقول خمسة اكس ناقص اتنين بيساوي تلاتة اكس زائد أربعة. برضه نفس الكلام، احنا بنقول جمع المتغيرات في طرف والاعداد في طرف، يعني هاخد 3 اكس واديها ل 5 اكس، يبقى 5 اكس ناقص 3 اكس بيساوي 4 زائد 2. طبعا لما اغير اعكس اشاره، يعني سالب 2 هنا هتروح الطرف الثاني بموجب 2، هنا يديني 6. طب هنا 5 اكس ناقص 3 اكس يديني 2 اكس، بالقسم على 2، هنا اقسم على 2 وهنا اقسم على 2، يبقى يديني الاكس بيساوي كام؟ بيساوي 3. تمام يا شباب، يبقى انا كده طلعت الواي، كده طلعت مين؟ الاكس. يبقى انا كده طلعت المطلوب اللي هو عايزه. كده يبقى احنا بفضل الله انتهينا من الدرس الثاني من دروس الفصل الاول، متوازي الاضلاع وتمييز متوازي الاضلاع. نلتقي بكم باذن الله تعالى وبحوله في درس اخر في مره مقبله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.